بس انا كنت بقول في الاول الانترو اول ما دخلت ان في مشكله هتحصل في الفتره اللي جايه. يعني الاتحاد الافريقي بيعلن النهارده ان تسجيل الانديه لبطولات افريقيا للاتحادات الاهليه كلها اللي في القاره الافريقيه بدايه من النهارده حتى يوم 20 اكتوبر. المتوقع للدوري المصري هو ان هو ينتهي بعد هذا الموعد يا كابتن، وبالتالي في مشكله هتحصل بالنسبه للانديه او السيناريو اللي موجود حتى الان احنا ما نعرفش ايه اللي هيحصل بالنسبه للاتحاد المصري، هيبعت لمين، هيبعت مين الانديه اللي هتبقى موجوده. بص يا محمد، هو طبعا استكمال الدوري في وجهه نظري انا ما كانش هو افضل الحلول. كان من الجائز جدا يعلنوا النادي الاهلي بطل الدوري وياخدوا الجدول على وقوفه، لان في زي ما بنقول وبنقولها بالانجلش وبعد كده بنترجمها بالعربي الفورس ماجير او القوى القهريه موجوده، ده على العالم كله، مش يعني المطارات واقفه والدنيا واقفه والقصه واقفه، وكان ممكن تستعد للبطوله الجديده وخلاص وتاخد الاربعه الاولانيين توديهم افريقيا. الاهلي الاول مثلا، وقف الدوري الاهلي الاول، الزمالك الثاني، بيراميدز الثالث مثلا، المقاولين العرب او المقاولين الاهلي الاول، المقاولين العرب الثاني، على حسب ترتيب على حسب ترتيب الجدول. لكن طبعا انت خلاص بتكمل الموسم، تونس خلصت والترجي تم اعلانه بطل الدوري التونسي، المغرب خلاص ماتش وتخلص. ليه؟ لان اللي باقي مش كان قد اللي باقي، احنا كان باقي لنا دور كامل. لا المغرب مش ماتش يا كابتن، مع يعني لا لا المغرب لسه كان معانا دلوقتي صحفي لا بيتكلم قدامه عدد ماتشات يعني المغرب كان زينا تقريبا كابتن، يعني المغرب كانت يعني واقفه عند الدور الاولاني زينا. احنا دور كامل ما لعبناهوش يعني لعبنا النص موسم والنص الثاني ما لعبناهوش. وضغطين خد بالك، والسوليه اتعور، وانتظر الكثير من الاصابات في المرحله القادمه في كل الانديه. ما انا بقول لك انا بتكلم على اللعيبه بقى اللي هي ممكن انها تروح منتخب مصر. ما انت النهارده هو الدوري ده معمول ليه؟ عشان مين كسب الدوري مين ما كسبش الدوري، عشان يفرز احسن العناصر اللي تلعب مع منتخب مصر، وبعد كده نروح نخسر البطولات ويمشوا اتحاد الكوره. طب وده اسمه كلام؟ يعني هو احنا اللي بننزل نلعب ويقول لك انتوا فاشلين ومحدش يجي ومحدش يرجع واي كلام بقى يتقال في ظل الايه الهوجه بتاع السوشيال ميديا اللي احنا فيها دي. النهارده اللعيب بيلعب كل يومين التالت مباراه، يومين التالت مباراه. طب فين ريكفرينج ده؟ لو ده هو لو بقى لو قاعد بقى له ست شهور. القعاد على فكره ده خطر اخطر من انه كان اللعيب مكمل. يعني انا احنا لما كنا بنكمل موسمين على بعض ما كناش بيحصل عندنا اصابات. كنا بناخد اسبوع اجازه ونكمل خلاص على نفس اللياقه البدنيه وفتره الاعداد القديمه وكل حاجه. انما ان احنا نقعد اربع شهور ما نلعبش ويعتمدوا على كل لعيب، هو كل لعيب في مصر او كل لعيبه في مصر عندها جناين، حتى اللي عنده جناين اتعور. يعني ربنا يدي الصحه لعمرو في احسن حالاته. اول مره عمرو السوليه يبقى انا اشوفه ماضي كده، شوط ولعب وسروهات وكل حاجه، انت واخد بالك؟ فهيجي بعده لعيبه كتير. عبد الله السيد كابتن هو اتعور، هيجي بقول لك هيجي لعيبه كتير محتاجه منتخب مصر. هتتعور لان ما كل يومين ده ماتش، ده ما حصلتش في تاريخ اي دوله. عشان تقدر تخلص فين؟ امتى بقى؟ في نوفمبر 30/11